صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا. اللقاء لبسون ترو دايما عبر زوم مع دكتور رائد محسن بينطلق معنا بهاللحظات. صباح الخير دكتور محسن واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكل اللي عم يشاهدونا، شكرا. دكتور محسن، شو الموضوع اللي بدنا نتناوله اليوم؟ يعني دايما عودنا على مواضيع ساخنه وجريئه ومميزه، شو اخترت لنا لليوم؟ الموضوع اليوم بدنا نحكي عن الموسيكني، عن الكوهابيتيشن. فالموسيكني موضوع مهم، موضوع حامي، موضوع في اشكاليه كونتروفيرشل، ما نحكي عنه بالدقائق المعدوده اللي عندنا اياها. هو انه في كتار بيعتبروا الموسيكني هي فتره امتحانيه ما قبل الزواج، والبعض الاخر ما بيعتبرها فتره امتحانيه قبل الزواج. الموسيكني من اجل الموسيكني نحن ما نعيش سوا كثنائي، حتى لو ما عم نفكر بعدين نتزوج. فاذا خلينا نتناول المسالتين. اول شيء كفتره امتحانيه قبل الزواج، انه يعني فينا نقول انه في المواعده ديتينج، في الخطوبه وفي زواج. هلا احنا هون عم نحكي في مواعده، في خطوبه او مش خطوبه، بتجي المساكنه بعدين الزواج. ربما الزواج هذا الهدف، بيكون الهدف بيكون الزواج. فهل هالمساكنه بتفيد؟ فينا نقول بتفيد، ويمكن ايه يعني بتفيد، حتى لو ما كفوا سوا بتكون افادتهم. لكن هل تقلل من نسبة الطلاق بمجتمع ما فيما بعد؟ خلينا نقول انه الهدف من المساكنة نتعرف على بعض، لانه لو شو محكينا، حتى لو حدا كانوا من اصل 24 ساعة 17 ساعة سوا، في 7 ساعات مش سوا. لما يصير في تحت سقف واحد معناتها صرنا 24 ساعة سوا، علما انه نكون عم نشتغل بس معنا الحكي. ف نتعرف على بعضنا بطريقة افضل خلال المساكنة، على طباع بعضنا، على يعني الواحد لما يقول انه في الواحد عنده شيء هيك بطبعه ما ببين غير لما تعيشي معه، غير ما تعيش معه. صحيح، او اذا كانوا مثليين بيعيشوا مع بعضهم نفس الشيء. فاذا هالشيء هذا ما ببين غير ما يصير في تفاعل على مدار الساعه وباوقات مختلفه. فيا اما بدنا نتعلم كيف نتقبل هالخصال والطباع التي لا تروق لي، وقدرت انه غيرها بالشريك، او قدر الشريك يغيرها فيه، اللي هو شيء كثير منيح. يا اما بعرف انه هذا موضوع انا ما في اتعايش معه لفتره 40 سنه مقبله. فلذلك لن نقدم على الزواج بعد ما سكننا سوا سنتين، او سكننا سنه ونص، او الى اخره. طبعا هلا خلينا نقول جمله اعتراضيه، انه من ناحيه دينيه ما في موافقه على السكن سوا بدون زواج. بنكفي موضوعنا، نحن عم نقول اللي بيسمحوا لحالهم انه يكون في مساكنه. اذا واحد راح عند الشيخ او الخوري او القسيس وساله، ما بعرف شو معقول يقول له، يعني يمكن في حدا بيفتيها بطريقه او بفسرها، او قسيس يشرحها او خوري يشرحها، انه ايه عليه طالما انتم ما عم تقبوا على افعال معينه. ما بعرف، هذا مش موضوعنا. هلا بالنسبه للدين دائما خطيه، يعني اوكي، هي ليفينج ان سن، يعني عم تعيشوا بالخطيئه. اذا موضوع ثاني، ولو بكون برنامج تلفزيوني مسائي حواري ساعه، واحد بياخذ وجهه نظر مختلفه، بس حتى نقول انه وجهه النظر الدينيه تعارض المساله هذه بشكل عام. يمكن حدا علم النفس بس بيقول انه دائما المساكنه هي خطوه بتفيد الثنائي، لانه نحن بس بدنا نشتري فستان بنجربه قبل ما نشتريه، يعني بالاخر اذا هيك بدنا نفكر بالمنطق. بقى هل هو دائما ايجابي للعلاقه؟ هلا هو ايجابي للعلاقه، بس ما هي ايجابي للعلاقه، لكن يمكن تفيد او ما تفيد الانسان بحد ذاته. ايجابي للعلاقه لانه في عندي صار ما يكفي من الدلائل والاشارات انه نكفي سوا لمرحله الزواجيه، ونشرع هالزواج بزواج مدني او اكليل او كتب كتاب. طب هل هو ضروره انه يكون، ويمكن يكون في سيئات خلال المساكنه مع الشخص بشكل انه خوفني مرحله المساكنه، خوفتني من انه اكون عيش مع شخص اخر، حتى لو كان غير الشخص اللي انا معه. هلا بقى لا انا ما ممكن اعيش، يعني كان نموذج سيء عما هي الشراكه وفيما بعد الزواج، أو
خليني اتعود على هيدي العادات واتقبلها واقدر اتعايش معها. مش غلط اذا الواحد بيقدر يتعايش معها، لانه هي اول سنه زواج اللي بتكون هيك بدون مساكنه بدون تجربه سابقه مخيفه. يعني صحيح. كتير من الاشخاص باول سنه بيوصلوا للانفصال ومرات كتير للطلاق لانه ما كانوا مكتشفين اشياء اكتشفوها تحت سقف واحد. يعني لذلك هون اللي عم بتقولي اذا بتكفي انا جملتك بقول لذلك المساكنه تخفف من نسبه الطلاق بمجتمع ما خلال اول سنه لانه او بنعدل عن الزواج. يعني هالفتره تعرف على بعض وبلاقوا صار في مشاكل كثير اللي بيطلقوا باول سنتين هودي بتخف نسبتهم. لكن المساكنه مش عم بحكي رايي، عم بحكي انا الابحاث ماذا تشير والاحصائيات، لكن المساكنه ما بتخفف من حده الطلاق بعد 10 سنين و12 سنه و7 سنين و8 سنين من نسبه الطلاق، لانه مثل كل ازواج ممكن تطلع لهم مشاكل فيما بعد الون تيرم فيما بعد، يعني ايه من خلال التفاهم. بقى هن ذاتهم هودي اللي تساكنوا سوا يمكن يطلع لهم مشاكل تطلع للازواج الاخرين بعد 3 سنين و4 سنين و5 سنين ما كانت ظاهره معهم. لكن حدا بقول طيب هذا اللي عم بتقوله انت منيح، لكن نحن بدنا نعمل مساكنه على القليل تنضمن انه هذا الشخص كيف بكون بكافه احواله مثل ما عم نقول. هلا في مساكنه طبعا لاسباب اقتصاديه، في مساكنه هلا لقبل الزواج كمان لاسباب اقتصاديه، بس في حدا لاسباب اقتصاديه بدل ما يكون عندي انا اسكن مع حدا بدي اسكن مع بانه انا عندي شريكي او شريك بسكن معه او معه لأسباب اقتصادية وبنفس الوقت ما عم نفكر بالزواج. هلا ما عم نفكر هون بالزواج هون عم نحكي بلا أطفال بلا أطفال. إيه لا ما هن في كتار بكون ما نيتهم يتزوجوا بصير في حمل وهن ضد الإجهاض بيتزوجوا لأنه صار في حمل، لكن هذا ممكن يصير الحمل حتى إذا ما في مساكنة طبعا ايه بقى كمان بكون يمكن مش نيتهم الزواج وبيتزوجوا لانه صار في حمل اذا كان في علاقه جنسيه قبل الزواج. فكمان هون بده الواحد يقول انه انا مساكنه من لانه في اسباب اخرى وما دخلنا بالزواج اصلا، عم نحكي بالزواج ونحن اثنيناتنا ما بنيتنا انه نتزوج او نقدم على الزواج. بقى في اسباب اخرى بتخلي بعض الاشخاص انه يتساكنوا وهذا شيء راجع لهم يعني. وممكن فكرة الزواج أن تراودهما بعدين ممكن مش غلط طالما ما حدا عم يضغط على الثاني. فمن جراء المساكنة عجبهم هالشيء هيدا. طيب خلينا نرجع للي تساكنوا سنتين أو سنة أو ثلاث سنين، شو المشاكل ممكن تطرأ حتى بأول سنة؟ بده يكون عندهم نظرة واحدة اجتماعية، يعني هل هو يتوقع منا الآن أو هي بما أنه تزوجنا وصار المجتمع يعترف فينا كزوجين معناتها بتتوقع مني أنه سوري عم بصير في ضجة ما بدي أطلع بعد معنا دقيقة دكتور محسن. هل مسائل اجتماعية يعني ما كنت قبل يتوقع منها انه بدها تروح على تشاركه بافراح او اطراح، بلا لا ما فيكي هلا اذا خالي مات بدك تروحي تعزي بتقول له انا ضد عقلي الروحات على مجالس العزاء او عزي بحدا او العكس يكون هي بدها تروح تشاركه يكون هو ما بده صحيح سنتين سوا ومطلب مني هيك هلا اجي تطلب بقول لها عمي هلا صرنا مزوجين وهيك التوقعات بالمجتمع عرفتي، او من ناحيه التوفير المالي كانوا بسنتين يصرفوا مصرياتهم على السفر مثلا، هلا صار واحد منهم بده يوفر ليه؟ يوفر للمستقبل، بده يجينا ولد، بده واحد منهم لا انا بتعرفي نحن معوضين نسافر بدي اسافر كل سنه، قلت له بس مدخولنا ما بيسمح لنا نسافر كل سنه وصار عندنا هلا متطلبات واجبات ما كانت موجوده قبل، يعني حتى بالمساكنه يعني اللي بيعتبروا انه بكره بدنا ندخل بالزواج ومشاكل شبه معدومه نقول لا رح يضل طالما اثنين عم يتفاعلوا بيضل في مشاكل. فاذا كيف عم بيستفيدوا من المساكنه هذا الشيء كل واحد بقول لك انا استفدت منها من هالناحيه وبقول لك حدا ثاني استفدت منها من ناحيه اخرى. اوكي دكتور محسن لنختم هيدا الجدل يلي دائما قائم لما تنطرح هيدي المعادله المساكنه،
هل الأفضل شخصين ثنائي يساكنوا قبل الزواج؟ هيدا هون شيء بيرجع رأي شخصي، هذا صار هون إذا الأفضل مش الأفضل، بس نظرة بشكل علم عام، النفس. بشكل عام إذا ما كانوا متدينين أو يمكن متدينين، وبقول مين أنت تتفسر لي الدين على زواج، لأن ما فينا نقول كل اثنين عم بيعملوا مساكنة هن غير متدينين. صح، متدينين وبقولوا إنه في شيء ثاني ببرهن قد أنا مسلم، في شيء ثاني ببرهن قد أنا مسيحي، والمساكنة ليست واحدة منهم. فإذا خلينا نقول إنه بالطبيعي لما اثنين يسموا سوا بيكتشفوا بعضهم بطريقة أفضل. أنا بدي أتشكر لقاء معك دكتور محسن، اللقاء الأسبوع المقبل بيتجدد معك على أمل يكون عنا بعد أكثر وقت، اليوم للأسف هيك ما كان عنا متسع من الوقت نكون عم نغوص أكثر بتفاصيل وأسئلة كثيرة بعد عنا إياها، وأكيد المشاهدات والمشاهدين كمان بيطرحوها معنا. نلتقى الأسبوع المقبل، ولكل المشاهدين اللي عم بتابعونا فاصل قصير بتلاقيكم فقرة التجميل والطاقة مع كلود سعد.